مع اسم الله الولي، وما أحوجنا إلى أن نتعرف على الله الملك بصفاته وأسمائه. وهذا أمر من أكبر الأمور الواجب على المؤمن أن يتعرف على الله. يا إخوتي، لو عرفنا الله حقر كل عظيم، لو عرفنا الله هان كل أمر، لو عرفنا الله لنجونا في الدنيا والآخرة. لما ولا وقد قال الملك: أوليس الله بكاف؟ يا أخي، ألا يكفيك الله؟ هو الذي قال، اقرأها في سورة الزمر: أوليس الله بكاف عبدا ويخوفونك، انت خواف، ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذو انتقام؟ سبحانه جل جلاله مع اسم الله الولي. أيها الإخوة الأكارم، ما أحوجنا إلى أن نتعرف على الله، وخاصة هذا الاسم أيها الإخوة، أن تكون في ولاية الله، وأن تكون ممن تولاهم الله، أن تكون في حزب الله، أن تكون في الذين قال الله: ألا إن أولياء الله. اللهم اجعلنا منهم ومعهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. جاءت الآيات، منها الآمرة ومنها الموضحة ومنها المفسرة ومنها المبينة، لتبين لنا أهمية الولاية لله رب العالمين. أيها الإخوة الأكارم، تعال واسمع عن تلك الآيات. والملك يقول أيها الإخوة، من سورة البقرة إلى سورة الناس: ما من سورة إلا ويقول الملك: أنا الله الولي، أنا الله كفيك، أنا الله الرزاق، أنا الله الخلاق. وكل تلك المعاني تندرج تحت كلمة الولاية، أن يتولاك الله رب العالمين. فما معنى كلمة الولي؟ قبل أن نسمع عن الآيات أو نقرأ الآيات، قالوا: الولي بمعنى القريب الذي يرعاك، والحبيب الذي ينصرك ويقويك ويغنيك. قالوا عن الولي بمعنى يعينك ويقويك ويوفقك ولا يسلمك إلى أحد من خلقه، فأنت من خاصته. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ما هو الولي؟ قالوا: هو الظهير والكفيل والناصر والمؤيد الذي لا يغلب. قال الملك: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من هو الولي؟ قالوا: من تولاه الله ما ضره شيء في الأرض ولا في السماء. من هو الولي؟ قالوا: هو الذي يكفيه الله شر كل ذي شر. اللهم لا تحرمنا ذلك يا رب العالمين.